جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا عملت برأي لم يتفق عليه العلماء أكون قد أتيت بمنكر من الفعل؟ جزاكم الله خيرا. القول بالرأي والأخذ بالرأي إذا كنت من طلبة العلم المدركين الذين يعرفون الأدلة، فإنك تأخذ بالرأي الذي يقوم عليه الدليل، الذي يقوم عليه الدليل وترى أنه تبرأ به ذمتك. أما أن تأخذ من الأقوال ما يوافق رغبتك فهذا أمر لا يجوز، لأنه اتباع للهوى، لكن تأخذ ما قام عليه الدليل إذا كنت من أهل الدليل. أما إن كنت من العامة أو من الطلبة المبتدئين الذين لا يعرفون الأدلة ولا وجه الاستدلال، يجب عليك أن تسأل أهل العلم الموثوقين وتأخذ بما يفتونك به، بقوله سبحانه وتعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.